الرحمن الرحيم. صالحه الصبحي، كنشكر القناه ريفينو اللي سهرت معنا على هذا النشاط اللي حنا كنقوموا به بصفتنا جمعيه المراه والطفل، جمعيه الامانه للمراه والطفل والتضامن الاجتماعي. جينا لهذا المركز باش نفرحوا هاد الوليدات هادو اللي كان في واحد الوقت كانوا مهمشين. هاد النوع، هاد الشريحه من الاطفال كانوا مهمشين، اللي هما ذوي الاحتياجات الخاصه. كليتين، الجهاز الهضمي والمفاصل، دونك اي حاجه، لان علاش الفم هي الباب فاش كيدخلوا الميكروبات، لان الجسم ديالنا كلشي مسدود. فين الا تحلات السنه شنو كتشوفي؟ العرق، العرق راه الدم، من تما كيدوز الميكروب للقلب، كيأثر على القلب. ولهذا الله يخليكم. الا كانت سوسه، حتى الوالدين ديالهم كانوا كيحشموا يقولوا بلي عندنا اطفال معاقين، ولكن الحمد لله منين سيدنا نصره الله دار هاد المراكز هادو، خلى فرصه لجميع الامهات والوالدين ما كيحشموش بولادهم، كيقدموهم للمجتمع. وحتى هاد الوليدات فرحوا الوالدين ديالهم لحقاش خرجوا منهم، حتى هما ناس اللي رغم انه الله سبحانه وتعالى حرمهم من واحد، حرمهم من شي قدرات، ولكن تكرم عليهم بزاف المسائل. هاد الاطفال هادو اللي فيهم اطفال، وفيهم هنا في هذا المركز فيهم رجال، المركز فيه الناس اللي كيدوزوا 20 عام، وتبارك الله وصلى على النبي. كاين اللي حازوا على ميداليات، كيديروا رياضات، كيديروا انشطه، كيديروا، وكاين عندنا في المغرب وتبارك الله وصلى على النبي هنا في المغرب اطفال اللي تحداوا هذه الاعاقه هذه، ولو كيديروا يديرون مؤسسات. على سبيل المثال كاين واحد التحدي كبير، داروا واحد المؤسسه اللي هي مطعم، اللي هي مطعم سميتو مطعم فريد من نوعه، سميتو المطعم الفريد، يتواجد بالرباط. داروا هاد الاطفال اللي هما من طباخ حتى الاخر طاقم في ديك الجمعيه كلهم من ذوي الاحتياجات الخاصه. كنشكر الوالدين ديالهم اللي ساهموا في هذه المساله، هذه كونوا هذه الجمعيه باش يخليوا وليداتهم حتى هما عنصر مهم. الأطفال هادو اللي عندنا في هذا المركز حتى هما حازوا على ميداليات ذهبية، حازوا على ميداليات فضية في مسابقات في رياضة. وخير دليل على هذا الشيء اللي كنقول لكم، النشاط اللي حنا ارتأينا نديروه بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، لذوي الاحتياجات الخاصة، ما كنبغيوش نقولوا المعاق، دابا صبحوا سميتهم ذوي الاحتياجات الخاصة، هما بنفسهم اللي داروا هذا النشاط. حنا يلاه درنا اللمسات الأخيرة، هما اللي نشطوا راسهم براسهم، هما داروا فقرات فنية، فقرات ترفيهية، سكيتشات، داروا هذه الصبحية هذه اللي كنحييهم عليها، وكنحيي بحرارة الطاقم ديال الطاقم التربوي، هو اللي سهر واضطر هاد الاطفال هادو. وكنحيي حتى الجمعيه ككل بما فيها الرئيس والمدير والاداره كامله، واقفين على قدم وساق لارضاء هاد الاطفال هادو باش يكونوا في وضعيه مرتاحين، والحمد لله توصلوا لهاد النتيجه. وكنشكركم على هاد الالتفاته حتى نتوما، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.